بنسوي سويت وايد لذيذ وايد حلو وسهل. سويت كيكة جاهزة، كيكة الكاكاو، طبعا ما احترقت بس شكلها. طبعا اول شيء بتسوون الكيكة بهاي الطريقة، شوفوا ناخذ من النسكافيه ونحطه بالحليب تقريبا ملعقتين صغار، اوكي، ونذوبه، نذوب بالحليب. طبعا اللي ما يحب النسكافيه ممكن يستبدل بدل النسكافيه الكاكاو الباودر. نشيل الحليب سوينا فيه نسكافيه ونحطه على الكيك، نشرب الكيك، نفرد الكيك كامل بشكل متكريمة، نحط كريم كراميل، حطيت كريم كراميل، قشطة اللي هي الجيمر، حطيت عليه دريم ويب، والحين حليب مكثف مع كريمة الخفق. بسم الله. طبعا عندنا الكيكة هني بعد ما شربناها، يا سلام سلم على الجمال ده، الله. والحين بتدخلها الفريزر، نحطها بالفريزر مدة نصف ساعة أو ساعة. بودرة الكاكاو إذا عندكم هاي المشخلة أو عندكم الصفاية، أوكي، حتى لو مال شاي، يا سلام سلم، يا سلام، واو.